كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك؟ بهالفيديو رح نشرح عن ميزات منصة بايبت، المنصة يلي حصلت على شعبية جدا كبيرة، وأهم ميزة بهالمنصة هي ميزة بتستفيد منها من العملات يلي عاملن أنت ستيكينج بمحفظتك. العملات يلي عاملن ستيكينج تقدر أنت تحصل على الدخل عن طريق منصة بايبت. رح نشرح كل شيء بالتفاصيل. إذا مالك مشترك بالقناة بتمنى منك تشترك، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد، وإذا حابب تنضم لمنصة بايبت رح تحصل على كوبونات جدا رائعة عن طريق الإيداع وعن طريق التداول، الرابط رح تشوفه بالوصف. خلينا ننتقل للفيديو. منصة بايبت أصدقاء من المنصات اللي حصلت على شعبية كبيرة، أطلقت المنصة بال 2018، المنصة جدا واجهتها سهلة، التسجيل فيها جدا سهل، تقدر تتداول بدون توثيق، لكن لحتى توصل للميزات المهمة اللي رح نحكي عليها بالفيديو، لازم تعمل KYC لحسابك، لازم تبعت لهم الهوية ويوافقوا عليها حتى تنفتح الميزات اللي رح نحكي عليها بالفيديو. انا رح اتجاوز فكرة التسجيل، رح اشرح عنها بفيديو تاني ان شاء الله. فكرة التسجيل انك بتحط ايميل، بعدها بتأكد كلمة السر وبتبدأ انت دخول لحسابك وبتبدأ تأمنه. يفضل انك تأمنه بمصادقة جوجل او رقم الهاتف او اي وسيلة حماية انت عندك. اهم شيء لازم تأمن حسابك قبل ما تبدأ الايداع بالحساب. بعد ما تبدأ الايداع بالحساب، في كتير اشخاص بيختاروا التخزين سواء لست شهور سواء لسنة لحتى يوصلوا للهدف يلي بدهم اياه. في ميزة الربح بمنصة بايبت. ميزة الربح بتنقسم تقريبا لخمس اقسام، خلينا نشرح الاقسام بالتفصيل. اول قسم عنا قسم فليكسيبول، قسم التخزين المرن. قسم التخزين المرن هذا القسم رح نوضع فيه عملاتنا، طبعا بيتميز بعائد ربح سنوي ثابت. ايضا بيتميز القسم هذا بقلة المخاطرة وبالارباح السنوية المستقرة. ايضا بيتميز بمرونة هالقسم هذا، يعني انت مثلا عملت انت ستيكينج لاي عملة، تقدر انت تلغي الستيكينج باي وقت وبتحصل انت على الارباح. يعني بنشوف عملة الجي ام تي مثلا رح تحصل على عائد سنوي يقدر 99%. طبعا اذا تم ايقاف التخزين لاي عملة يحتسب حسب المدة اللي انت عملت لها ستيكينج للعملة. مشان هيك هالقسم هذا قسم المرن، تقدر انت تلغي الستيك باي وقت. اذا بنجي على الخانة الثانية، خانة استثمار الاصول المزدوجة. هالخانة هي بتتميز بارباحها العالية، ارباح قد تصل الى 400% نسبة العائد السنوي، لكن هالخانة هاي تتغير سعرها كل خمس دقائق لانه بتعتمد على الاصول المزدوجة. يعني بتعتمد مثلا اذا انت عملت لعملة البيتكوين راح يعتمد على سعر البيتكوين مقابل اليو اس دي تي، وراح يتغير النسبة كل خمس دقائق، راح يبقى سعر متغير. طبعا بتقدر تختار انت ازواج العملات من هون، افاكس دوت بيتكوين ايثيريوم، تقدر تختار اي زوج عملات وتشوف كم نسبة العائد السنوي اللي راح يعطوك اياه. خلينا ننتقل للخانة الثالثة، خانة ليكويديتي مايننج، خانة تعدين السيولة. فكرة هالخانة انك انت بتضيف سيولة وانت بتقدر تسحب ارباحك اليومية من هالسيولة اللي ضفتها انت لحوض السيولة الخاص باي عملة. يعني مثلا عملة البيتكوين، انا راح اضيف سيولة لعملة البيتكوين، راح اختار كم السيولة اللي راح حطاتها بهنون، عم بيقول لي العائد السنوي راح يكون 4.2%. طبعا كل عملة لها عائد سنوي خاص فيها، راح احط الكمية، انا راح احط مقابلة باليو اس دي تي، وهون انا بقدر الغي السيولة يلي حطيتها على العملة. اذا بنشوف الخانة يلي بعدها، خانة لانش بول، منصة الاطلاق. الخانة هاي بتعتمد على الستيكينج يلي راح تحصل عليه انت مجانا عن طريق مشاركتك بالعملات يلي راح تطلق او راح يصير فيها اتفاقيات او اطلاقات على البايبت. الخانة اللي بعدها خانة ديفاي مايننج. هالخانة هاي انت راح تحصل على دخل ثابت عن طريق الديفاي. طبعا كل عملة راح تتراوح نسبتها المئوية. طبعا هون راح تعمل ستيكينج انت على اليو اس دي تي، نسبة العائد السنوي راح يتراوح من 6% ل 8%. في عنا باقة 7 ايام، في عنا باقة 128 يوم، حاليا المتوفر بس هي الباقة، باقة 7 ايام. طبعا هدول الخانات خانات غير متاحة حاليا. وتأكد صديقي لما بدك تعمل ستيكينج لأي عملة، تأكد هل هي الأرباح اللي عم تاخدها أرباح ربوية ولا لا، تقدر أنت تستشير وتسأل حتى تاخد فكرة أكثر. هيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال إعجابكم. إلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.